رمضان دايما بيكون ليه طعم مختلف في حياتنا وبيوتنا، دايما بيجمعنا وبنحس فيه بالراحة والهدوء وحالة روحانيات جميلة، وبنفتكر كمان فيه كتير من الذكريات الحلوة الجميلة. وبما ان احنا على بعد ايام من شهر رمضان، قررنا ان احنا النهاردة نحتفل معاكم بالمناسبة دي، وهيكون معانا النهاردة صوت جميل متألق جدا على السوشيال ميديا وليها متابعين كتير. منورانا النهاردة في استوديو ترانس سارة مرجان. ازيك يا سارة؟ ازيك يا ريهام، عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. مبسوطه انت معايا النهارده. وانا كمان قوي بجد، ثانك يو سو ماتش. انا هبتدي الاول معاكي من بدري، يلا بينا. قولي لي انت ايه اللي دخلك في الغنى؟ اوكي، لا هي فعلا من بدري قوي، يعني هنرجع ورا قوي في الذكريات. الموضوع اصلا كان صدفه خالص، كنت في المدرسه وجت مدرسه دخلت الفصل، يا جماعه عايزين نعمل كورال. انا مش فاهمه حاجه، بس انا حسيت ان انا هخرج من الحصه، فقلت يلا بينا خلاص. ومن ساعتها بقى وانا قاعده في اوضه المزيكا ما خرجتش منها. ويعني الكلام ده كان مثلا في ابتدائي، بعد كده اعدادي، بعد كده في الجامعه. بس يعني ابتديت احس بجد ان انا عايزه اغني واطلع صوتي للناس واحط اي حاجه على السوشيال ميديا، كانت بدايتها في الجامعه. وبعدين بعد كده درستي حاجه ليها علاقه بالمزيكا ولا لا؟ لا خالص، يعني هي ابتدت موهبه من وانتي في ابتدائي. بس يعني مش موهبه، يعني انا كنت اللي هو بس يعني وداني متهيألي بتسمع شويه صح، عشان برضو موسيقيه تقريبا. وبرضو قعدوا يعني يعلموني ويقولوا لي ازاي اغني كذا وكذا، فبيبي قوي صغيره يعني في ابتدائي. وبعدين واحده واحده بقيت حاسه ان انا يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتبسطني في المدرسه. قلت خلاص يبقى خليني بقى فيها، واديني بروح المدرسه وبرضه بعمل حاجه فن وبس كده. طب وابتديتي امتى ان انت تغني بروفيشنال، يعني بطريقه احترافيه اكتر؟ هي كانت بدايتها في الجامعه، ان انا كنت دخلت كورال الجامعه، وبعدين حسيت ان الموضوع لا، هو يعني ربنا مديني حاجه انا حاسه ان انا عايزه اكمل فيها، وانا بحب الغنى يعني. وانس ان انا بغني بكون حاسه ان انا مبسوطه، فابتديت اشوف بقى انا اقدر اعمل ايه عشان اشتغل على نفسي. وكانت بدايتها بروفيشنالي شويه هي الجامعه، ان انا كنت بغني في الاوبرا بتاعت الجامعه بتاعتي. وبعدين تعرفت على ناس لذيذه قوي، كلهم بيحبوا المزيكا وكلهم بيغنوا، ومن وقتها بقى وانا مش عارفه بقى اخرج خلاص انا كده تمام. طب مين اول حد قال لك انت صوتك حلو قوي؟ كانت مدرستي. هي المدرسة. في المدرسه مفيش حد طيب من العيله او اي حاجه؟ ما كانش حد يعني عارف ان انا بغني اصلا، يعني هي بس المدرسه. وبعد كده بقى لما ابتديت اعمل حفلات بقى في المدرسه وحاجات كده، فأهلي واصحابي طبعا قعدوا يشجعوني كتير، وخصوصا اصحابي كمان اللي في الجامعه، ان هم كانوا بيبوش مي ان انا اعمل كده. علشان انا في الاول كنت فاكره ان انا عادي، انا بعرف اغني مش لازم يعني اعمل اي حاجه، فهم بصراحه اللي شجعوني اعمل ابوش يعني لقدام. وبعد كده اتعرفت على ناس جميله قوي يعني كلنا مع بعض. طيب السوشيال ميديا يا ساره فرقت معاكي ازاي؟ بصي، السوشيال ميديا كانت هي يعني اول حاجه اعملها اوري صوتي الناس انا معرفهاش، فكان بيفرق معايا في ان مثلا يجي لي فيدباك ايجابي او فيدباك سلبي. الموضوع كان بيشجعني ان انا اكمل، وفي نفس الوقت انا بعمل حاجه حلوه، فاللي هو يعني حلوه بالنسبه للناس، وفي ناس تانية شايفاها مش حلوه برضو. فحسيت اللي هو خلاص يعني طالما بدات حاجه محتاجه اكملها للاخر، علشان واي نوت. خصوصا ان كمان دلوقتي هي عباره عن زي الجيت بتاعه اي حد موهوب ان هو يغني، او يطلع اي موهبه عموما، تمثيل، غنى، اي حاجه. فلازم هي لازم حاجه كان بني ادم يعملها، لان هي دلوقتي السوشيال ميديا بقت في ايدينا كلنا. ولو طبعًا انا عايزه اوصل لحاجه هتبقى دي البدايه بس. طب احنا شفنا على السوشيال ميديا ان انت في باند بتغني معاه، بالظبط احكي لنا على الباند ده. ماشي. الباند ده هم ناس اصحابي اصلا، اتعرفت عليهم من ناحيه المزيكا، وهم موهوبين قوي، هم شباب زي يعني احنا ما فيش حد فينا بقاله مثلا زمن او حاجه بيلعب مزيكا، لا احنا كلنا بنعمل حاجه كلنا بنحبها. ممكن اقول لك اسامي لو عايزه. كمال نسيم بيلعب معايا كاخون، وعرفه الصنباطي على العود، وميدو جيتار، وكان كمان كان في الاليمنت بتاع العود، كنت حاسه ان هو مهم علشان كنا عايزين نحط حته اورينتال شويه ليها علاقه بمصر، علشان الناس تحس ان هي ريليتد. لو جيتار وكاخون بس
وبغني مثلا اغنيه بتونس بيك او اغنيه قديمه، مش هيبقى ليها نفس الاحساس بتاعها لما يكون في عود كده بيدي اصل الاغنيه. طب هتسمعيني ايه اول حاجه؟ انتي قلتي في الانترو ان احنا داخلين على رمضان، فمجهزه حاجه رمضان. يلا مش اقول لك الاغنيه؟ مش رمضان في مصر حاجه تانية. يلا مش كنت عايزاكي تسيبيها لي مفاجاه. والله كنت حاسه كنت عايزه اعمل كده، بس حسيت ان هو خلاص اتس اوكي. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع. صوت الأذان يملى قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة، ضولة ودمنة وكوتشينة. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. شكرا. برافو يا سارة. لا حلوة قوي 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 صوتك، حسستيني برمضان بجد. خلاص كده. ثانك يو سو ماتش. طيب مين اكتر حد بتحبي تغني له؟ هو انا بحب اغني لناس كتير قوي، بس هو اكيد عندك حد مفضل. بصراحه ورده، يعني انا بحب اغني الورده قوي. بتونس بيك دي وان اوف ماي فيفرت سونجز، يعني بفضل اغنيها في كل حته. طب ما سمعيني على طول. على طول عايزه بتونس بيك. انا عارفه انها صعبه قوي، بس يعني ماشي ممكن اغني حته واحده منها. يعني حته صغيره قوي بس عشان ماشي. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك. وخيالك بيكون ويايا، وانا 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 انا 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 بتونس بيك وانت معايا. برافو. ثانك يو. طيب انا كمان عرفت ان انتي بتغني كوفر سونجز. ممكن تكوني اكتر حاجه مفضله ليكي ايه حاليا؟ علشان برضو اكون صريحه معاكي، انا بحب المزيكا الاندر جراوند والمزيكا القديمه. فالاندر جراوند يعني معظمها مثلا عايز تعرفي مين بحب اغني له. عشان هتسمعيني معروفه اول ما هتقولي هتسمعيني. عزيز مرقه. انا كمان بحبه قوي. هو اصلا اردني صح؟ بالظبط. اغانيه بصراحه خفيفه وكل الناس بتحبها، فانا ممكن بقى دي اسمعك. ايوه بالظبط. تعرفيها؟ يلا غنيها لي بقى بليز. طب ممكن اسمعك اغنيه تانية غيرها؟ ماشي موافقه. كان اسمها ايه؟ ما في منك. اوكي ماشي يلا بينا. لفيت الكون ما في منك، ولا حدا زيك
واحدة زي الفل واحلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خلينا احبك راح احبك حب يما الحب بمشي عكس الريح كل ايامي ولا حدا قدامي غيرك انت غيرك انت والروح بتصيح يا ادماني مش شايف ولا حدا تاني قبلك انت ما كنت اهتم بلا حب بلا هم يا ارض اشتاقتي ما حدا قدي وانت جيت لبختيني شقلبتيني برضو على عيني يا اغلى من عيني بمشي عكس الريح كل ايامي ولا حدا قدامي غيرك انت غيرك انت والروح بتصيح يا ادماني مش شايف ولا حدا تاني المهم انت المهم انت بحبك انت الله الله يا سارة so الأغنية كمان حلوة وانتي صوتك حلو وكله على بعضه حلو بتحسي يا سارة ان الأغاني الكوفرز ممكن تغطي شوية على الأغاني الأوريجينال لو حد فكر ان هو يعمل حاجة هو اكشلي الأغاني الكوفرز لو انا مثلا غنيت اغنيه بتونس بيك اكيد مش هتبقى زي الاغنيه الاصليه أوكي. يعني الاغنيه الاصليه ليها كل الكريديتس وكل الاحساس بتاعها بس لو انا مثلا غنيت بتونس بيك او اي حد تاني غنى اي كوفر سونج الموضوع هيبقى مختلف بالاكسبيرينس بتاعه المغني عايز يوصل ايه من الاغنيه يعني انا ممكن مثلا اغني اغنيه لفيروز نسم علينا الهوى مثلا بس انا هغنيها بحزن فمشاعري يعني هعملها زي ترانسليشن في الاغنيه بطريقتي بس اجان الاغنيه الكوفر سونج مش بالعكس يعني اوقات بحس ان الكوفر سونج في اغاني بحبها من الكوفر بتاعها وفي اغاني بحبها اللي هو لا خلاص لا دي اغنيه زي ما هي مش هقدر محدش يجنبها بالظبط مش هقدر لا خلاص لو اي حد تاني غنيها مش هقدر زي ما انا حاساها من المغني الاصلي بس في اغاني تانية الكوفر سونجز بتديها الناس بتبقى عايز تسمعها اكتر يمكن مع فرق السنين وفرق الانواع المزيكا اللي الواحد بقى يسمعها اكتر الكوفر سونج بتبقى حديثه اكتر فبتحسي ان انت رايحه لها زياده بالظبط ما هنا بقى زي ما بقول لك ان كل واحد يعني بالجينريشن برضو بتاعه زي ما بتقولي ان هو بيوصل للأغنية حتى لو هي قديمة بيوصلها بطريقته ممكن يغير كل حاجة فيها بس الأغنية برضو ستيل زي ما هي فلا بصراحة هي الكوفر سونجز أصلا يعني معظمنا ابتدى بكوفر سونجز وبعد كده شفنا بقى طريقنا إذا كان في سينجلز أو طبعا. بأي طريقة تانية فهي البداية متهيألي أكيد طب قولي لي أكتر أغنية بتطلب منك إن أنت تغنيها بتبقى إيه؟ ده طلب صعب انا لسه ما طلبتش انا بس بسال هي عاده بتبقى بالسيزونز يعني مثلا لو احنا لو في الصيف أوكي. هتبقى ثلاث دقات أوكي. عشان طبعا الناس كلها بتحبها لو في الشتاء هتبقى اغنيه اي اغنيه كوزي بقى كده حاجه رايقه ناس تحبها وهي بتشرب قهوه ولا حاجه ف انا اكتر اغنيه بحب اسمعها يعني مو بغنيها هي بتونس بيك فالنهارده الحلقه يا جماعه عن بتونس بيك طب عندك اغنيه تانية تغنيها لنا رمضان في طب يلا اغنيه سمعينا حاجه كمان لرمضان يلا بينا رمضان جانا وفرحنا
شهر طوله غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا، أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا يا سارة. جدا 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 انت يعني متعتينا النهارده بالحلقه، وانا كمان استمتعت بيكي جدا جدا جدا، ومبسوطه ان انت كنتي معايا النهارده. ثانك يو سو ماتش، بجد اتبسطت قوي قوي. ثانك يو فور هافينج مي بجد. ثانك يو حبيبتي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده ان شاء الله. باي باي.